السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد السادس من برنامجكم الفني واليومي باتشورك موازين. وجدنا لكم عدد خاص فينا تكتشفوا المستجدات واخبار الفنانين والنجوم اللي مشاركين في الدوره 19 من مهرجان موازين ايقاعات العالم. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالمشاهدين ديالنا على ميديا ان تيفي، بالمستمعين ديالنا على ميديا راديو. خصصنا لكم في هذا العدد لقاء مع اكرام العبديه، عندنا كذلك حوار مع الصحفي المصري عاطف سليمان، وفي اخر الحلقه ضروري ما تتبعوا معنا حوار خاص وحصري مع الاستاذه الفنانه الكبيره نجاة تتابو. تلاقينا هنايا مع اكرام العبديه. السلام عليكم اكرام، كي دايره؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، شكرا أسامة، تبارك الله عليك. مرحبا بك معنا إكرام. فايتك شاركتي في مهرجان موازين، في هذه الدورة 19 ديال مهرجان موازين، واش قدرتي تحضري لشي سهرة؟ واش عوالة تحضري لشي سهرة في الأيام اللي مازالة؟ إن شاء الله، أكيد، علاش لا؟ وكاينين سهرات وكنشكر إدارة موازين على هذه الاستضافة المرة الثانية اللي خلاتني نتلقاكم نتوما صحافة أولا ونتلقى الجمهور ديالي. شكرا. إكرام، الأغلبية ديال التصاور ديالك ديال الإطلالات ديالك بالقفطان المغربي، شنو هي العلاقة ديال إكرام العبدية مع القفطان المغربي؟ إوا أكيد، راه العبدية مغربية، يعني السمية ديالي راه شعبية مغربية، أكيد كنتميزو بالقفطان المغربي الحمد لله. وأنا النمط ديالي الفن الشعبي، يعني ضروري خصني نكون حاضرة في كل حفل أو كل مهرجان أو جميع الحفلات ديالي خصني نكون بالقفطان أو التكشيطة المغربية. مع ذلك كانت لي زانترفيو عندي خصني نكون مبدلة شوية، باش ديما القفطان تكون عنده واحد اللمسة في لاسين أو في حفلة أو في عرس، يعني يكون ديفيرون بيناتهم. هادشي اللي كاين. بصح اكرام، كاينه واحد المساله ديال شحال من واحد كيقول لك ان الفن الشعبي سهل، ان الشعبي اللي دار الشعبي غادي يتمشى، اللي دار الشعبي غادي ينجح وغادي ينتشر، حيت اصلا 40 مليون مغربي عزيز عليه الشعبي. ولكن شنو كتقولي انت في هذه الفكره، في هذه المساله ديال دار الشعبي راه ساهل؟ بالعكس، اصعب نمط هو النمط الشعبي. بالعكس، ما خاش واحد يقولها لحقاش ما جيناش وصلنا لهذا المستوى. بالعكس، عانينا وبعد النجاح كاين الفشل، وكاين كاين 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 بزاف د الحوايج. عاد الحمد لله وصلنا لهذا المستوى. الشعبي عنده طقوس ديالو، عنده وسختو العيطه. يعني الشعبي يقدر اي واحد يغني شي اغنيه عصريه كيحسب له شعبي. بالعكس، شعبي خاصو يكون عندك بعدا لاكسون. هذه اول حاجه، يعني بزاف ديال الفنانات الشعبيات كتلقاهم جايين من بحال انا عبديه، الصوت ديالك يعاون هادشي اللي كاين. يعني انا النمط ديالي يعني جايه من منطقه عبده، يعني لاكسون ديالي عبديه عربيه، يعني الا غنيت شعبي انني قادر عليه سختو العيطه. اما باش اللي يقول لك زعما الشعبي ساهل غادي نجي وندخل له، هذه ما كايناش. ما عدا الا غنى شي اغنيه عصريه راه كيحسب لهم الشعبي. والفنانات الشعبيين او الفنانين الشعبيين راه محسوبين لرؤوس الاصابع، يعني ما كاينش بزاف. عجبتيني اكرام، حيت تحمستي في هذا السؤال جواب عشي بغيتي تدافعي بحرقه، حاجه عاديه كتدافعي على الفن ديالك. كتدافعي؟ اكيد اكيد ندافع على الفن ديالي، لحقاش كناكلو من وتره الخبز. يعني ما نكروش لهذا الفن الجميل. اولا، اول حاجه زعما ما حنا ما كنتبعوش الماديات. انا بديت من والو الحمد لله، تبعناك من الاول، هذاك الشيء اللي كاين. شكرا، داك الشيء علاش وصلت لهذا المستوى. يعني حاولت نستمر، وكل خطوه يكون فيها تكون فيها لمسه ديال النجاح باش انني متواجده معكم اليوم. وخمس آلة واحده اخرى مهمه اكرام، وبغينا الصراحه. في الندوه الصحفيه ديال زينه الداوديه كنسلموا عليها، قالت هي نمبر 1 في الجيل ديالها. وفي الندوه الصحفيه ديال اكرام العبديه قالت نفس الشيء، قالت انا النمبر 1 في الجيل ديالي. فسري لي النمبر 1 والقضيه ديال الارقام، واش ندخلوا فيها بلا ما ندخلوا فيها؟ وانا عارف انا علاقتك مزيانه مع الدوديه. اول حاجه تحيه كبيره للفنانه زينه الدوديه، واكيد الا قالت جات معها فنانه كبيره زينه الدوديه وفي الجينيراسيون. يعني الواحد مني كيقول لك جينيراسيون، ان راه كاين الفرق بيني وبين الدوديه. سبقتني في الفن وسبقتني في العمر. اكيد هي نمبر 1 في الشعب، في الفن، في الجينيراسيون ديالها، وتبارك الله على هادشي اللي كاين. وقلتي كطمحي شي نهار ولا علاش لا يكون شي ديو بيناتكم؟ لحقاش قبيله قال لي، سولني صحفي قال لي زعما بالنسبه للفنانات الشعبيات اللي تختاري ديري معاهم ديو، واكيد انا بكل فرح انني ندير ديو مع الفنانه الكبيره الدوديه. هادشي اللي كاين. اكيد اكرام العبديه، نسولك على لونتوراج ديالك، الوسط ديالك دابا، واش عندك
ستاف، شكون هو الستاف ديالك؟ مثلا شي منظم ديال الحفلات بغى يعيط لإكرام العبدية، واش ممكن يعيط لك مباشرة؟ واش خصو يعيط للمانجمنت ديالك؟ إلا بغاوك ماشي في سهرة، بغاوك في إشهار ولا في التمثيل، مع من خصو يدوي؟ دوي لي على إكرام العبدية، شكون المقربين ليها اللي كيخدموا معاه؟ وضروري كاين ستاف، يعني الفنان كتلقى جنود الخفاء وراه باش كتلقاه ناجح ضروري، وسيرتو المانجر كيلعب دور كبير، وكنشكر المانجر ديالي على الطموح ديالها وعلى الاستمراريه ديالها انها معايا. صراحه انا بلا بيها شنقول لك تبارك الله عليها، يعني موفره ليا الراحه التامه في العمل ديالي ضروري. شوف ماشي تكبر ان الفنان يكون عنده مانجر، لا بالعكس، انا كنقابل راسي، كنقابل صوتي، كنشوف اعمالي. المانجر عنده دور خاص، عنده دور اخر، انه هو كيشوف ليكيب ديالك شنو خاصهم، كيدوي مع الناس بانه يقبض الحفلات. هذا هو اللي كان، يعني انا ما يمكنليش نخدم ونلبس لي طالون ونماكي ونقد راسي ونغني ونقبط، يعني هذا ماشي تكبر، بالعكس لا، هذه كتوفر لنا الراحه. يعني مانجر كتكون عنده واحد شنقول لك، كتكون ظروف، فوالا كتكون عنده ظروف خاصه معلوم. واش نقول لك، تحيه المانجر ديالي من هذا المنبر. سلم عليك، سلم عليك. اكرام، في شانيل يوتيوب ديالك كنلقاو اغاني تشافت ووصلت ل 20 مليون مشاهدات، 25 مليون ديال المشاهدات، وكنلقاو اغاني اخرين 17000، 25000. واش ما كتفكريش تبوستي هذوك، دير لهم شويه ديال الاشهار، ولا انت ما كيقلقكش هاد الاحصائيات وهاد الارقام؟ انا ما كيقلقنيش، بالعكس. شوف هادشي كاين ديال انك تقاد وتسبونزوري، هادشي كاين، ولكن صراحه انا ما عمري درتها زعما، الحمد لله ما حد اعمالي ناجحه كنقول لا ما كاينلاش، وان شاء الله نهار نشوف راسي شويه. علاش لا، يعني انا ما ضد، انا جيت الوسط، هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك، دائما انيقه، الاطلاله ديالك جميله، وكاينه واحد البصمه مغربيه، تكلمي لنا عليها. اكيد، ها هي تحيه للمغاربه كاملين، وتحيه للترابو ديالنا، والله ينصر سيدنا ويخلي التاج فوق راسنا. حنا كنفتخروا كوننا من هذه البلاد، يعني بلادنا المغرب، الله يخطي علينا بلادنا والله يحفظها من كل سوء يا ربي. تلاقينا مع واحد من اشهر البودكاسترز، وكذلك ناقد فني وصحفي مع عده منابر مصريه، معنا عاطف سليمان. السلام عليكم، مرحبا بك. اهلا بك واهلا بك. شنو هي ابرز لحظات اللي عشتي في هذه الدوره 19 ديال مهرجان موازين، وشنو هي الارتسامات ديالك مع مرور الايام؟ والله يعني طالما تكلمت عن مرور الايام، فالايام كثيره، عديده، متعدده، متميزه. انا لست وليد اليوم هنا في المغرب في موازين، انا اغطي موازين واحضره مشاركا كاتبا صحفيا وناقدا فنيا منذ سنوات طويله، يعني منذ ان بدا يمكن، وبحضر دوراته باستمرار وبلتقي فيه بنجوم الفن. ولهذا انا يعني بحبه وبحب المغرب، وباجي على طول اشرف ان انا متواجد فيه. انت كتركز كثير على العمل ديال الفنانين المغاربه، وكذلك في المحتوى اللي كتقدم كتستضيف ضيوف مغاربه. واش صدفه ولا عندك اهتمام كبير للشان الثقافي الفني المغربي؟ لا، عندي اهتمام كثير صراحة، يعني أنا دائما وأبدا، أنا رجل بقول عن نفسي أنا مصري عروبي، بحب دائما أصدقائي في كل الوطن العربي وأتواصل معهم، عندي حنين إن أنا أتواصل وأتكلم وأكتب عن عالمنا العربي بما فيه من زخم ثقافي وفني. عاطف سليمان، ممكن تكلم لنا على ولا تعطينا تقييم المشاركات المغربية في هذه الدورة، وتقييم المشاركات المصرية في هذه الدورة؟ والله ما شاء الله، لا التقييم جميل، رغم ان بعض الناس له وجهات نظر فيه، الا انا برى ان المهرجان ناجح، دورة برضو ناجحة، مهما توقف البعض عند بعض الهنات صراحة شديدة، الا ان المهرجان يعني يكفي حفلة احمد سعد، الجمهور الكبير احمد سعد في اخر حفلة لي هنا اكتسح المسرح بجماهير عريضة، أيدت أن الفن رسالة مهمة جدا في حياتنا، ولابد أن الفن كقوة ناعمة إحنا نقدر نقدم به ما لا قد يستطيع آخرون أن يقدموا. هل تظن أن سهرة محمد رمضان ستتفوق
على سهرات أحمد سعد؟ ليس بهذا يعني، عفوا يعني السؤال، لا هذا نجح وهذا وذاك ناجح. محمد رمضان ليه جمهوره، خاصة ان جمهور المغرب بيحبه جدا. احمد سعد في اول حفلة ليه في المغرب جمهور احبه جدا، وهم مش يعني برضو موازين مش بتجيب اي حد من تلقاء نفسها، لا دي في دراسات وفي ابحاث وفي احصائيات بتشوف مين المتابعات الكويسة، مين اللي ليه جمهور كبير. فانا اعتقد ان حفلة رمضان هتبقى ناجحة جدا زي ما حفلة احمد سعد كانت ناجحة جدا. جواب جميل، تبارك الله عليك. مواصلين معكم دائما المواكبة الإعلامية الخاصة بالدورة 19 المهرجان موازينا. توقفوا لحظات مع شوية الإشهار، فاصل ومن بعد نواصل. والآن معنا واحدة من الفنانات الكبيرات اللي عطاوا بزاف للساحة الفنية، معنا الأسطورة لالا نجاة عتابوس. السلام عليكم ومرحبا بك. الله يحفظك. شرف لنا أنك تكوني معنا في برنامج باتشورك موازين. ولالا نجاة، أول سؤالي لك، دابا لينفريد كاين ماتش ديال الكره بين الاغاني ديالك القديمه والاغاني ديالك الجديده، في نظرك شكون يربح؟ اكيد القديمه. قال لك الجديد مالو جده، القديم لا تفرط فيه، ما عمرك تفرط فيه. علاش في نظرك الاغاني ديالك ديال الاخر ديال الثمانينات والاول ديال التسعينات كانوا كلها ناجحه، علاش؟ شو السر ديال هذاك النجاح؟ وهو لان عرفتي، لان كاين الفرق. دابا في ذاك الوقت كانوا الناس كيسمعوا الاغنيه طويله، والاغنيه فيها الموضوع، فيها فهمتي، فيها الكلام اكثر من انه يكون راقص. دابا ولا العكس، ولو تيبغيو الكلمه تكون خفيفه والرقص يكون كثير. مع الاسف داك الشيء، علاش الا سولتيني انا وتقول لي مثلا شكون في الاغاني تاعك اللي كتبغي بزاف، غادي نجيب لك اغاني اللي ما مسموهينش بزاف، بحال اغيات، بحال السحابه، بحال المهم اش درت انا، بحال واحد بالعاديه الاغاني اللي هما قدم ولكن فيهم الكلمه وموزونين وعميقين، لا في الموضوع ولا في الاداء ولا في كل شيء. مع الاسف نجاة عتابوس، انا حضرت لك فوق الخشبه وكنت معك في الكواليس، وكنشوف شباب وشابات كيغنيوا هذوك الاغاني ديال التسعينات وديال الثمانينات حافظينهم، بحال جالسين كيراجعوهم، وفوق الخشبه ملي كتطلعي فوق الخشبه كيرددوهم معك. شنو الاحساس ديالك ملي كتشوفي مئات الالاف ديال الجماهير المغربيه كتردد الاغاني ديالك؟ هو شوف، هاد المساله كنتميز بها، كي قلتي انا الجمهور ديالي، الجمهور اللي حافظ الاغاني ديالي. بعض المرات كنلقى الجمهور حافظ الاغاني اكثر ما حافظهم انا. الجمهور حافظ اكثر؟ والله العظيم لا حافظين، بعض المرات كيفكروني في الكلمات ونكذب عليك، بعض المرات كيفكروني في الكلمات. فهذاك ما تصورش انا كيفاش، داك الشيء علاش انا دائما ملي كنجي للسهره تيقولوا لي واش عندك لو تراك، تنقول لهم جامي كوني لو تراك، لان جايه عند العائله ديالي، عند كنحسبهم الفاميلا ديالي. دونك ما تنحش بشي حاجه اللي غادي تبيرتوربيني مع البيبليك ديالي. فانا الاغاني ديالي كنتمنى ان حتى هذا الجيل هذا يرجع للاغاني القدام ويسمع، لان المواضيع مهمه جدا جدا جدا. واش ممكن تعطي نصيحه للشباب؟ لانه واحد الفئه من الجمهور، واحد الفئه من الفنانين الشباب كيتسحب لهم ان اغنيه سريعه، ايقاع خفيف، ادي تدوم في الوقت. ولكن مع الاسف بزاف ديال الامثله اغنيه كنعقلوا عليها 3 شهور ولا 6 شهور ماكسيموم، ماكسيموم وكنساوها. الوغ كو انت لا سيناتور ديالك هي الاغاني اللي كدوم 40 عام 50 عام. عطيهم الله يجازيك بخير شي نصيحه. هو النصيحه اللي نقول لهم انا، شوف انا مادا بيا، انا قلت لك انا مادا بيا يرجعوا ويسمعوا الاغاني القدام، ويرجعوا للكلمه الهادفه، الكلمه اللي فيها غافي في كاين موضوع مهم، موضوع اللي كيمس شي حاجه، كيمس شي موضوع، كيمس شي الم في شي قنت، يعني هادو هما الاغاني اللي كيدوموا. واما دوك الالحان ديال لورديناتور وداك الشيء ديال دغدغ، كتوجد الاغنيه في 5 دقائق، راه ما يمكنش. راه حنا الاغنيه كنا كندوزو شي اغنيه وحده، كنا كندوزو فيها سيمانه باش نسجلو غير وحده، هي غير وحده، الا غلطتي في كلمه كتعاود من الاول. نقولوا حنا مثلا التكنولوجيا دابا تقدمت وداك الشيء، راه سهلات عليهم بزاف، بقى دابا غير يختاروا غير اللحن المزيان والكلمه المزيانه، ويفكروا ان الاغنيه تدوم، ماشي الاغنيه ديال كوكوت مينوت.
نرجعوا لان جات اعتابوا القضيه ديال الماتش عاوتاني لنفريد ماتش بين هذيك دبا باينه ونجات اعتابوا وكيميكال برادرز مع جالفنايز. خرجوا مقالات هذه تقريبا واحد 9 شهور 10 شهور قالوا نجات اعتابوا ليكيب ديالها اللي ربحات. واش ممكن توضيح نهائي لهذا الموضوع؟ شوف هو التوضيح اللي كاين هو النهار اللي غناو الكيميكال برادرز غناو لا شونسون ديالي انا دعيتهم لانهم ما خداو لا الموافقه ديالي ولا حتى شي حاجه ودعيتهم في المحكمه لاهاي في هولندا. انا ربحتهم ولكن هما شاش نقول لك كاين قولي انا غادي نكمل واحد السكوب نقول لك النهار اللي جلست انا صيفطوا لي هما يا صيفطوا لي هنا المغرب وقالوا لك تجي عندنا لهولندا باش نجلسوا نتفقوا الشركه ديال بينيس فروم هافن ديال مايكل جاكسون. عيطوا عليا ومشيت عندهم لهولندا حيت هما اللي مكلفين بلا شونسون. مشيت عندهم تما لهولندا وجلسنا كنتفقوا قال لك ودي حنا غادي تعطينا الاغاني ديالك كاملين غنتكلفوا بهم واش فين ما كان شي مشكل داكشي حنا غنتكلفوا في كل شيء وغتعطينا 40% وانت غتاخذي 60%. انا قلت لهم واخا ولكن مع الاسف حنا الثقه اللي انا اللي كنت درت انا كنت زعما كنهضر مع ناس امريكانيين ما وثقتيش واقيلا لا كنهضر مع ناس زعما الناس امريكان صديق راه الثقه يعني ما كتفكرش بينا ولكن مع الاسف طلعوا ماشي هما هذوك والكونترا اللي عطاوني داروا لي فيها دي بياج داكشي وصدقوا هما يا بغاو يديو لي الاغاني ديالي كاملين ياخذوهم هما فهمتي يديهم هما ديفينيتيفمون يولوا ديالهم هما. ومنين وصلنا لاساسين باش نفكوا هذا المشكل قالوا لي خصك تسني لان ديجا سنيتي معاهم كونترا في هولندا خصك تعاودي تسني. قلت لهم انا ما غاديش نسني باسكو زعما هادشي فيه لغناك وداكشي وانا ما يمكنش انا ماشي هادشي اللي اتفقت معاهم عليه وبقينا في المشكل لحد الساعه. ولكن من بعد خرج مقال قالوا فيه انه لقيتوا واحد اتفاق ودي. دابا لقينا واحد الاتفاق ودي قلنا ولكن واخا هكذاك هذا الاتفاق انا مضروره فيه فهمتي انا مضروره فيه وما قابلاش ولكن ما عندي ما ندير ما فيا ما بقى لا الملف ما محلول ما مسدود ستاند باي كيما فوالا. واخا اخر حاجه لينفريد عاوتاني ماتش حنا غير في كوره حنا في ماتش حنا اليوم زيدك لي ماتش اخر ماتش هذا ماتش فينال فيه لاعبة نجات عتابو واللاعبة سامية بنتك شكون اي تبليسة الاول؟ شكون؟ اي تبليسة اي طيحة اي تارس الاول؟ سولوها طيحت مسكينة تارسات. شوف هو كاين واحد الفرق ما بيني وبين سامية انا ايهس الصوت عندي صوت النوع ديالو بوحدو. سامية عندها واحد الميزة انها ما شاء الله عليها كتغني جميع الانماط كتغني الشرقي كتغني الغربي كتغني كلشي كلشي تركي اسبانيوني هندي شعبي كلشي زعما ما شاء الله عليها. انا كنظن ما غاديش نكون انا وياها في ساحه واحده. الله يخلي عليك يا رب الله يخلي عليك وكتستحق حتى هي واحد الاشعاع والانتشار والنجاح. سامية حيت بنتي انا كتعرفوني زعما دائما صديقه ودائما تنقول الحقيقه. سامية تستحق انها تكون في الساحه الفنيه لان فريمون عندها صوت جميل وكتادي من داك شرفه. لالا نجات عتابو شكرا بزاف اللي عطيتينا هذا الشويه ديال الوقت ديالك. ميرسي بوكو دما باوسي. كنتمناو لك التوفيق وكذلك التوفيق لساميه اللي هي الابنه ديال لالا نجات عتابو. وصلنا لنهايه حلقه اليوم. شكرا موصول الطاقم التقني والفني. شكرا بزاف للمشاهدين قناه ميديان تي في ومستمعي ميديان راديو. تهلاو فراسكم وبيناتنا باتشورك موازين.